شركة نقصة هي شركة للتسويق الإلكتروني والحلول الرقمية، وهي إحدى الشركات الرائدة في السوق القطري. بدأت فكرة الشركة سنة 2010 تقريبا، بعد ما تخرجوا مجموعة من الشباب من الجامعات من داخل قطر وخارجها، واجتمعوا عشان ينشئون هالشركة اللي هي عبارة عن تسويق رقمي والحلول الرقمية لمعظم الشركات. الانطلاقة كانت في فندق الشيراتون بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء، رجال الأعمال وأصحاب مشاريع من مجالات مختلفة. ومن سنة 2010 التأسيس إلى سنة 2019 تقريبا، الهدف الأساسي للشركة كان التسويق الرقمي للشركات المتنوعة. وخلال هالفترة شركة نقصة أدارت أكثر من 230 عميل، من ضمنهم شركات كبيرة وشركات متوسطة، إضافة إلى إنشاء أكثر من 30 تطبيق، أهمهم تقريبا تطبيق للحجوزات الطبية اسمه موعدك. في سنة 2022 شركتنا كانت في مواجهة تحدي جديد عبارة عن إدارة حملات انتخابية لانتخابات مجلس الشورى، ولكن بعد انتهى سنة ولله الحمد يعني كان نجاح باهر من قبلنا، استطعنا إدارة الحملات بكل نجاح. في السنة الحالية سنة 2023 حاليا بعد شهر إن شاء الله، نحن على وشك أن ندير عدد من الحملات الانتخابية لمجلس البلدي، وعندنا عدد من المرشحين اللي وقعنا معهم.